بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعلن عن افتتاح الجلسة. السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، عملا بأحكام الفصل 100 من الدستور ووفقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلسنا الموقر، نخصص هذه الجلسة لأسئلة السيدات والسادة البرلمانيين وأجوبة الحكومة عليها. ويتضمن جدول أعمالها 3 أسئلة موزعة على القطاعات التالية: أولاً التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ثانياً الثقافة والشباب والتواصل، ثالثاً الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وقبل الشروع في تناول الأسئلة الشفهية المدرجة في جدول أعمال هذه الجلسة، أعطي الكلمة للسيد الأمين لإطلاع المجلس على ما جد من إعلانات. تفضل السيد الأمين. شكراً السيدة الرئيسة. السيدات والسادة البرلمانيون المحترمون، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، توصلت الرئاسة بمجموعة من الأسئلة والأجوبة موزعة كالتالي: الأسئلة الشفهية 60 سؤالا، الأسئلة الكتابية 30 سؤالا، الأجوبة الكتابية 20 جوابا. شكرا السيد الأمين المحترم. تمام، ولكن مع ذلك فأنا أتفق معكم حول ضرورة الصرامة فيما يخص تشغيل الأطفال، ولهذا السبب قمنا بتفعيل الأجهزة الترابية المندمجة، بحيث كلما توصلنا بإشعار نتدخل كقطاع، وطبعا في إطار الاتفاقية مع وزارة الشغل. وشكرا. الكلمة لكم السيد البرلماني في إطار التعقيب، تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة. شكرا السيدة الوزيرة المحترمة على جوابك. صحيح أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة في الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال التي كانت منتشرة بشكل كبير في السابق، حيث إلى حدود سنة 2011 بلغ عدد الأطفال المشتغلين التي تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و 15 سنة 123 ألف طفل، بمعدل 2.5% من مجموع الأطفال المنتمين لهذه الفئة العمرية. نمر إلى السؤال الموالي الموجه إلى قطاع الثقافة والشباب والتواصل، وموضوعه إجراءات تعميم الاستفادة من المخيمات الصيفية. تفضل السيدة البرلمانية المحترمة. السيدة الرئيسة المحترمة، السيدة الوزيرة المحترمة، أعلنت مؤخرا عن الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني العودة للجميع. في هذا الإطار نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتعميم الاستفادة من المخيمات الصيفية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف أبناء المناطق وإنجاح هذه العملية، باعتبار المخيمات الصيفية ملاذا للأطفال والشباب، حيث تهيئ لهم الأرضية المناسبة للاستفادة من الأنشطة الثقافية والبيئية والرياضية المختلفة، كما تمكنهم من كسب مهارات جديدة وصقل شخصياتهم المستقبلية وعن مدى مميزات العرض التخييمي التربوي لهذه السنة. لكم الكلمة السيدة الوزيرة. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة. شكرا للسيدة البرلمانية على هذا الاهتمام الذي تلونه للبرنامج الوطني للتخييم، والذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد بدأت عملية استقبال الأطفال المشاركين والأدر التربوية والجمعيات المنظمة في ظروف جيدة، ويعتبر البرنامج الوطني عطلة للجميع من بين أهم أنشطة القرب التي تتوخى تعميم الاستفادة من العطلة مع الأطفال والشباب المغاربة باختلاف مستواهم الاجتماعي ومكان إقامتهم. ويساهم برنامج التخييم في تأطير عدد مهم من الأطفال والشباب وتربيتهم على قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، وذلك بحكم أن حدثا كبيرا مثل هذا يحتضن أطفالا وشبابا من مختلف مناطق المملكة ومختلف الأوساط الاجتماعية. فجعل عمليات التخييم لهذه السنة المتميزة، لا من حيث توسيع القاعة
قاعدة الاستفادة لتشمل مختلف مناطق المملكة بما فيها أساس تلك التي لا زالت تعاني من الإقصاء والتهميش والهشاشة. شكرا السيد الرئيس المحترم وشكرا السيد البرلماني المحترم على السيدة البرلمانية المحترمة على هذا السؤال الهام. كما تعلمون أصدر جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تعليماته السامية خاصة فيما يخص تسريع وتيرة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتسمين استغلالها، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل تسريع إنتاج مشروع مركب شمسي نور ميدلج على سبيل المثال لإنهائه في أفق 2027. لهذا فقد سرعنا انطلاقة إنجاز مشروع نور ميدلج 1 ب 800 ميجاوات، وقد بدأنا الانتقاء الأولي لمجموعة شركات نور ميدلج 2، وقد بدأنا الانتقاء الأولي لمجموعة شركات لنورميدج 2 والذي ستكون قدرته 400 ميجاوات مع وحدة للتخزين. كما تم الانتقاء الأول أيضا لمجموعة شركات نورميدج 3 400 ميجاوات مع وحدة للتخزين. أود أن أشير أنه في إطار استراتيجية المنخفضة للكربون التي اعتمدها المغرب في أفق 2050، هناك مجموعة من الآليات التي سنشتغل عليها بما فيها طبعا الضريبة على الكربون، لأن هذه أيضا تمثل فرصة لتشجيع الاعتماد على مصادر طاقات نظيفة والاستعمال المكثف للغاز الطبيعي بدل المحروقات والفحم، وأيضا هذا يمثل حلا فعالا لتلبية الاحتياجات الطاقية لبلادنا. وشكرا. الكلمة لكم السيدة البرلمانية المحترمة في إطار التعقيب.